الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم وزد وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد، اللهم صلي عليه وعلى والديه وعلى ذريته أجمعين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اجعلنا ببركة الصلاة على الحبيب المصطفى من الفائزين، وعلى حوضه من الواردين الشاربين، ولا تحرمنا رؤياه طرفة عين ولا أقل من ذلك يا كريم، اللهم آمين. إنسان، في مجلسنا هذا 16 نتكلم في 3 أمور مهمة لكل واحد منا في هذا الوجود، يحتاج أنه يحدد في حياته 3 نقاط مهمة. أولها المهمة، ما هي مهمتك في الوجود؟ الهم، ما هو همك؟ الهمة، ما هي همتك ومقدرتك وقوتك لتنفيذ ما تريد؟ هذا هو حديثنا معكم في هذا المجلس المبارك من مجالسنا إنسان. الإنسان يريد في حياته أن يحقق أعلى مراتب النجاح والفلاح والقوة والصلاح، لكن هذا لا يكون أمراً عشوائياً، لا بد للإنسان منا أن يضع لنفسه خارطة يمشي عليها خطوة فخطوة، يقدم رجل الأولى ثم الثانية ثم الثالثة، كما يقولون مشوار 1000 ميل يبدأ بخطوة. فالإنسان لما يبدأ يمشي خطية وخطية 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 ويطلع من طرابلس العاصمة، بيمشي لمصراتة، بيمشي لزليتن، بيمشي للزوارة، بيطلع ليغات، بيطلع للبيضة، بيمشي لسوسة، لرأس الهلال، بيطلع للجغبوب، بيمشي لطبرق، لأي منطقة من مناطق ليبيا، أكيد حيبدأ بخطوة، خطوة من البيت يا إما للسيارة، يا إما الخطوة للطائرة في المطار، يا إما الخطوة في المواصلات العامة حتى يصل إلى مراده، عنده هدف معين سيصل إليه. أول الغيث قطرة، المطر لما بتجي ما بتجيش فجأة مرة واحدة، تبدأ تقطر نقيطة نقيطة. الإنسان عشان يكون إنسان عنده 3 أشياء مهمة. أول شيء، شن هي مهمتك في الوجود؟ حط اليوم قدامك عمرك، حياتك، تاريخك، قيمتك، تعليمك، الباك جراوند، خلفيتك في الوجود، داتابيز المعلومات اللي تحصلت عليها من الابتدائي ثم الإعدادي ثم الثانوي ثم الجامعة ثم الماستر ثم الدكتوراه. إذا حققت هذه الدرجات العلمية، إذا سافرت من بلد إلى بلد وحاولت أنك تجوب العالم، ما هي الخبرات، ما هي الأشياء التي أشارت عليك في طريقك وأنت تسير في هذه الدنيا تحدد لك مهمتك؟ شن هي مهمتك في الدنيا؟ أنت قاعد شن تدير؟ وين تبي توصل؟ شن تبي تدير؟ شن هي حياتك؟ هل هي بس ماكلة ورقاد ومصروف؟ سامحني، هذه في أشياء كثيرة ربي خلقها، راهو ما عندهاش ما تدير إلا تأكل ترقد وتتجامع وتتكاثر ويذبحوا فيها في العيد، هذه وظيفتها وهذه مهمتها. ناس ثانية أو مخلوقات أخرى خلقها الله عز وجل للعبادة، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، مخلوقين للعبادة، لا يعرفون طعاما ولا شرابا، كما يقول صاحب المنظومة: والملك الذي بلا أب وأم لا أكل لا شرب ولا نوم لهم. ما فيش لا ماكلة ولا شراب ولا نوم ولا جماع لهم، ليسوا ذكورا وليسوا إناثا، عبادة محضة لله سبحانه وتعالى. أنت ربي لما خلقك جعل فيك أمرين، لما خلق سيدنا آدم عليه السلام جعل فيه شيء من البهيمية وشيء من الملائكية. شيء من البهيمية، الصفات البهيمية موجودة، اللي هي زينا زي أي بهيمة تدب على وجه الأرض، تأكل تتكاثر تنام. وجعل فيك نور من أنواره سبحانه وتعالى، وهو النور الملائكي، خلى فيك قلب ينبض وعقل يفكر، وخلاك إنسان لك بصيرة ولك يعني رجوع إليه سبحانه وتعالى وخضوع بين يديه ودموع في آخر الليل وقيام لليل، تراويح في رمضان، حج في موسم الحج، عمرة في موسم العمرة، صدقة وزكاة وكلمة طيبة، هذه كلها نورانية. بعدين أعطاك قاعدة وأعطاك ميزان، والسماء رفعها ووضع الميزان. يقول لك في القرآن الكريم: إذا كان قلبك وعقلك فاقوا الشهوة الحيوانية البهيمية عندك، فحتكون أرقى من الملائكة. أنت مقامك عند الله أرقى من الملائكة، الملائكة دونك، الملائكة خلقت لتخدمك. إذا كنت جاهدت نفسك الأمارة بالسوء المهمة باهي، إذا كان ما صارش وقعدت أنا خذلت نوري وعقلي وقلبي وما مشيتش في طريق الله سبحانه وتعالى واتبعت هوى نفسي والشيطان، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، أصبح إلهي هو الهوى، هو الشيطان، أسب وأذم والطايح مرفوع والحلال حرام، كل شيء مخلبط الدنيا في بعض،
ما عنديش أي ترتيبات. الله سبحانه وتعالى يقول إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا، يعني أصبحت للأسف أقل من البهيمة، يعني يا إما أعلى عليين يا إما أسفل سافلين، فيش حاجة في النص، يا إما بتكون أعلى من الملائكة يا إما بتكون أقل من البهيمة. كيف تحدد هذا المقام؟ هذا المقام يحدد لك بالمهمة. هتقول لي كيف أنا أقل من البهيمة وربي كرمني؟ أي ربي كرمك بالعقل، وربي كرمك بمسألة عظيمة جدا أنه خلقك بيديه سبحانه وتعالى، كرمك أنك جعلك من أمة سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، كرمك تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. لكن يا سيدي الكريم، أنت هذا كله كبيترك وما التفتش إليه، سبب التكريم إليك أصبحت كلها ماكلة ورقاد، وعقب ليلة كحكح تبي أهلك يجوزوك. وهذه المسألة لا ينبغي لك، لابد أن يكون لك هدف، تارجت تريد أن تحققه تصل إليه، هذه مهمة. الهم شنو هو اللي مهموم به أنت؟ شنو هو أكبر همك في الدنيا؟ أكبر حاجة ممكن تفكر فيها الهم هو اللي هو بالنسبة لك حاجة كبيرة. همي أني نكمل دراستي، همي أني نتحصل على الماجستير، همي أني نكمل الدكتوراه، همي أني أرفع من شأن أمتي، همي أني نكون اسم في ليبيا وأكون رقم صعب في ليبيا. ليش لما احنا نمشوا لتونس نسمعوا الشابي أبو القاسم الشابي، لما احنا نمشوا لمصر نسمعوا بالدكتور مجدي يعقوب الطبيب المشهور للقلب، نسمعوا بأحمد زويل مدينة زويل العلمية، نسمعوا بأسماء ما شاء الله هلبة. أينما توجهت للمشرق للمغرب، الأسماء اللي عندك في ليبيا أنت تحب أنك تكون ضمن هذه القائمة، ولا بتحب انك تكون جيت ومشيت وما ندري عليك حد؟ اصلا اللي جو ومشوا هل براو وما ندري عليهم حد فعلا، لكن اجا وحط بصمه، هذا هو اللي ربي يحبه. ربي يحب منا كل واحد يحط التاتش بتاع البصمه بتاعته في الدنيا في البلاد. ما تقولش انا ابن قبيله فلان، خلي القبيله هي اللي تقول هذا ولدنا، يتسارعوا ويتسابقوا انهم ينسبوا انفسهم اليك لا العكس. ما تجيش تقول أنا ولد فلان عشان باباي إنه هو والله دكتور ولا هو ضابط ولا لواء ولا هو عالم أو ما شابه أو شيخ أو فنان أو ممثل whatever، أي نوع من أنواع الأشياء الموجودة في الوجود. خليهم هم، أبوك يقول هذا ولدي، شايفين هذا ولدي، أمتك تقول هذا ولدي، هذه تربايتي. لما تجي تشوف هؤلاء الناس وهذه الأحوال معهم، هكذا يكون لك هم. ما هو همك في الوجود؟ إذا كان الهم أنت تفكر فيه عليك دين، خلي همك أنك تقضي الدين. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علمني وعلمك وعلم الوجود كله، إذا كان عليك دين تقدر تقضيه بأحاديث واردة عليه صلى الله عليه وصحبه وسلم، أذكار مراتبة موجودة في كتاب الأذكار للإمام النووي رضي الله تعالى عنه وارضاه. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، أعوذ بك من العجز والكسل، أعوذ بك من الجبن والبخل، أعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. حديث آخر قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ربي اغنيني بحلالك عن حرامك واكفيني بفضلك عمن سواك. لو كان غير همك أنت عليك دين، قول هالأحاديثين كل يوم الصبح وبالليل، والله ما هتلاقي فيها قريش عليك، كل شيء بتقضيه. لكن همك يكون أرقى من ذلك، همك رضا الله سبحانه وتعالى. أمال إذا كان همك رضا الله سبحانه وتعالى، خلي الله في قلبك وخليك دائما حاضر، الله حاضري، الله ناظري، الله شاهد علي، لا إله إلا الله دائما في قلبك وفي عقلك. ليش؟ لأن لا إله إلا الله أخلو بها وحدي، لا إله إلا الله أدخل بها قبري، لا إله إلا الله ألقى بها ربي. تلاقي أن التوحيد الخالص في قلبك هو الذي ينجيك من كثير من الأمور. حبك للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، تخاف أنك تقع في المعصية. ليش؟ عشان ما جيش الملائكة يوم القيامة تقول له يا رسول الله أنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك. فتكون أنت إنسان تجاهد في نفسك، بس لما بجي والله خاطرك في كاسة زي ما يشربوا فيها الناس، خاطرك في شيء معين مما حرم الله سبحانه وتعالى، ثق وتأكد لو امتنعت عليه عوضك الله عز وجل في الدنيا أحسن منه، وربي يعطيك الأكثر. إذا كانك تشرب وشايف أن الكاسة هو بيعدل لك المزاج ويزبط لك الدنيا، في الدنيا لما بتشرب أي نوع من هذه أنواع المسكرات ما فيهش لذة الحقيقة، يعني اللذة بعد ما تتصندل منه، لكن ساعة شربة بيحرق، ساعة شربة فيه مشكلة، يعني مش مظبوط. الله سبحانه وتعالى عوضه لك في الآخرة فقال وأنهار من خمر لذة للشاربين، مغير أنت بس تقربه تبدأ في اللذة مباشرة. أما اللي في الدنيا مهما كان مكرشم ومهما كان مستورد ومهما كان أشكال وألوان وأنواع، وإنت إنسان أول شيء يفقدك إنسانيتك، يدير لك مزاج مظبوط بس بعدين شوية بيضيع هذا المزاج، بتلاقي نفسك أنت إنهم إلا كالأنعام.
إذا كان همك في الدنيا أنك تستلذ بها، أعظم لذة في الدنيا حقيقة هي ذكر الله والقرب منه سبحانه وتعالى. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، الطمأنينة والراحة والمزاج العالي ما يكونش إلا بذكر الله سبحانه وتعالى. إحنا نجلس مع ناس مشايخ وعلماء بنشوفهم دايرين مزاج وعقل ما شاء الله عليه، بسم الله ما شاء الله، وناس ثانية تضرب لها في سيجار أو تشرب لها في كباية وكاس عشان يوصل للدرجة هي من هذه النشوة. وهؤلاء يقولون لو علم الملوك ما نحن فيه لجاء لدونا عليه بالسيوف، لكن هم اقتربوا من الله سبحانه وتعالى ومن بحبوحة الراحة النفسية والطمأنينة وذكر الله عز وجل فأصبح لهم لذة. يعني هم سكارى وليسوا بسكارى، لكن رحمة الله سبحانه وتعالى واسعة، كما أن عذابه شديد رحمته واسعة سبحانه وتعالى. إذن همك، مهمتك، همتك في الوجود، ما هي الهمة اللي عندك؟ إنك تكون فعلا إنسان. هل عندك همة إنك تكون إنسان؟ إذا كان عندك همة تكون إنسان أنصحك وأنصح نفسي بقراءة بعض الكتب، اطلع عليها. مش عارف، ادخل على اليوتيوب وتلاقي بعض البرامج لربما ترفع من مستواك العلمي، لربما ترفع من الإنرجي عندك الطاقة، فتلاقي نفسك أنت إنسان، يعني حاب أنك تكون إنسان حقا. تبدأ تبحث عن المهمة في حياتك وتبحث عن همك، شن هي مهمتي، شن هو همي، وما هي همتي في الاندفاع في الانطلاق. ربي سبحانه وتعالى لما جعلنا المهمة والهم والهمة جعلها على مراتب في السرعة. احنا كلنا نسوق وكلنا عندنا رخص، بنويت أولاد كلنا بنسوق، لكن من منا يسوق في السير إلى الله سبحانه وتعالى؟ بعض العلماء يقولون سيروا إلى الله عرجا ومكاسير، حتى لو ما تعرفش تسوق وانت أعرج برا، بس في طريقك إلى الله سبحانه وتعالى. الخطوات البطيئة في الطريق الصح أفضل من السرعة في الطريق الخطأ. الله سبحانه وتعالى لما قال للناس امشوا قال فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، لأن الرزق هذا مضمون من عند ربي سبحانه وتعالى. امشوا في مناكبها، يعني وحيدة وحيدة عليك، امشي في هذه الدنيا. بعدين لما كانت المسألة لها علاقة برضوان الله تبارك وتعالى في سورة الجمعة ماذا قال؟ قال فاسعوا إلى ذكر الله. السعي هو المشي أسرع شوي، السعي بين الصفا والمروة مش زي ما تتمشى في المول، السعي في خطوات سريعة. فالأولى قال امشي، الثانية قال أسعى، الثالثة قال سارع، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها عرض السماوات والأرض. سرعة أكثر، لكن إن كانك أنت همك ومهمتك وهمتك أنك تصل إلى الله سبحانه وتعالى، فقال في سورة الذاريات ففروا إلى الله، طيران إلى الله سبحانه وتعالى. خلي همتك أنك أنت تنطلق. أنت اليوم شاب مفروض تنط على رجل واحدة، وإن كانك أنت شيباني قدامك سبحتك، وإن كانك أنت عزوزة تسمعي فيها راهو قدامك الدعاء، وأنت دعوتك مستجابة، وربي سبحانه وتعالى لا يعذب إنسانا له شيبة في الإسلام. وسيدنا إبراهيم عليه السلام لما شاف الشيب في راسه فقال له يا ربي ما هذا؟ فقال له هذا نوري يا إبراهيم وهذا وقار. فقال يا ربي زدني منه، فأصبح شعره كله أبيض. فلما أصبح شعره كله أبيض ربي شن قال له؟ قال له يا إبراهيم هذا نوري والنار من خلقي ولا أعذب نوري بخلقي. يعني اللي تطلع له شيبة في الإسلام راه ربي ما يعذباش، بس يكون على الإسلام مزبوط، يكون فعلا يحب ربي ويحب سيد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، يفرح به في المولد، يفرح به في رمضان، يفرح به في الحج، يفرح به في ليلة نصف من شعبان، في يوم 27 رجب، هذه المناسبات التي تحيي رأس السنة الهجرية، هذه الأشياء تحيي في الإنسان الهم والمهمة والهمة. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على صاحب الهم وعلى صاحب المهمة وصاحب الهمة الذي علمنا كيف يكون لنا هم في الوجود أن نصل إلى الله سبحانه وتعالى، وكيف تكون همتنا في الوجود بالوصول إلى الله سبحانه وتعالى، وكيف تكون مهمتنا في الوجود أن نكون معه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اجعلنا في الدنيا من أهل معيته، وجعلنا في الآخرة من أهل صحبته. اللهم اجعلنا في الدنيا من خواص حملة رايته، وجعلنا في الآخرة من خاصة خدم حضرته، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، والحمد لله رب العالمين.